السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف ازاي تقدر تحصل على شقة ايجار مدعومة من الاسكان لمحدود ومتوسط الدخل. هنعرف كل تفاصيل الموضوع ده، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. بدأت أولى خطوات وزارة الإسكان بتنفيذ 100,000 وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تكليف الرئيس بتيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج بنظام التأجير بأسعار مناسبة. طبعا في أسئلة كتير جدا حوالين الموضوع ده، ايه هو النظام وأماكن طرح الشقق وتكلفة الإيجار وكل التفاصيل هنعرفها في الفيديو النهاردة. أول حاجة، مين هم المستفيدين من طرح الشقق للإيجار؟ بيستهدف قرار طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية بنظام الإيجار الشباب حديثي الزواج الغير قادر على تحمل أعباء دفع دفعة مقدمة من مبلغ تمليك إحدى الوحدات السكنية. مواصفات الشقق السكنية بنظام الإيجار، طرحت وزارة الإسكان والتعمير شقق سكنية بنظام الإيجار للشباب بحيث تكون الشقق كاملة التشطيب، فيها فرش خاص بيها حتي لا يحتاج المتقدم علي إيجار الوحدة السكنية إضافة أي مكون للوحدة وتحمل أي أعباء مادية إضافية. بالنسبة لموعد التقديم علي إيجار الوحدات السكنية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماع عن قرب انتهاء عملهم في الفترة الحالية علي جرد الوحدات السكنية في نظام الإيجار اللي هيتم طرحه في المرحلة الأولى من المشروع، وهيتم فتح باب الحجز في المرحلة الأولى قريبا. وتكون الشقق التي أطلقتها وزارة الإسكان بنظام الإيجار هذا العام مشابهة لتلك التي أطلقتها عام 2016، تكون جاهزة للسكن مباشرة عند الانتهاء منها. بالنسبة لإمكانية تمليك الوحدات السكنية بنظام الإيجار، عندما يتم قبول الشخص المتقدم على إيجار الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، هيتم تحديد فترة وقيمة الإيجار في العقد، وهيكون هناك بدائل متاحة للمتقدمين بحيث أنه يمكن تملك الوحدة السكنية في نهاية فترة الإيجار ويتم تأسيس الوحدات لذلك. كمان العقد بيتيح نظام الإيجار الوحدات السكنية، وكمان بيتيح تحويل الشقق من إيجار لتمليك في نهاية فترة الإيجار، وهيتم خصم قيمة الإيجار الشهرية من سعر الوحدة. دي كده كل التفاصيل الخاصة بالشقق السكنية بنظام الإيجار، مواصفاتها وكمان لمين بالظبط وإمكانية تحويلها من إيجار لتمليك. لو ليكوا أي سؤال اكتبوه تحت الفيديو، بس ما تنسوش تحطولي لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.